دلوقتي الحمد لله وصلنا لمرحلة في الكهرباء ان احنا ما فيش حد عنده مشكلة كهرباء خلاص، يعني دي خلصنا. وبعدين بالعكس عندنا فائض وابتدينا مع دول الجوار وعملية الربط الكهربائي، لكن احنا داخلين على مؤتمر مناخ ومصر بتبين امام العالم مصادر تنويع الطاقة اللي عندها، و يمكن المواطن مش حاسس قوي بأهمية تنويع مصادر الطاقة. لا مهم جدا، يعني مصر بدأت على فكرة من سنوات طويلة في مسألة الاتجاه إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لأنه بالفعل من زمان، وعلى فكرة العالم الثالث هو اللي بيدفع الثمن وإحنا منه. التغيرات المناخية دي شايفة، يعني أنت بقيتي دلوقتي لها تأثير كبير جدا على حتى في الأزمات الاقتصادية، على يؤدي إلى التصحر، التغير في المناخ، ارتفاع درجات الحرارة. يعني أنت دلوقتي في أزمة حقيقية، اللي بيدفع ثمنها للأسف العالم الثالث، واللي بيتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى. فبالتالي أنا دي مشكلة، ده مشكلة مهمة جدا أنا مهتم بيها، ومصر اهتمت بيها من فترة طويلة، يمكن في مزارع الرياح اللي كنا عاملينها في الغرداء، ثم التوسع زعفرانة نعم. ثم التوسع بعد ذلك إلى الوصول إلى أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، إلى محطة بمبان. فبالتالي مصر طوال الوقت حريصة، طوال الوقت في مشاركات مصر كانت بتدعو الدول الصناعية الكبرى إلى تحمل مسؤوليتها في أزمة المناخ، لأن ده هيأثر تأثير كبير جدا على دول العالم الثالث وتتضرر منه. بالتالي ده هينعكس سلبا أيضا على دول العالم المتقدم، يعني من خلال بقى يعني تفجر تاني مشاكل الفقر والجوع والتصحر والآخر يعني. فبالتالي أنا أعتقد مصر حريصة على ده، وهتقدم تجربتها في ده قدام وتوطين الصناعة هو بتوربينات الرياح والألواح الشمسية. أنا لسه جايلك، دي دولة المهم. فبالتالي إحنا دلوقتي حاليا بننتج 3.5 ميجا وات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. في 24 احنا مستهدفين 6.8 جيجا وات. ثم بعد ذلك احنا بتتكلمي بقى على المكون الطاقة او مزيج الطاقة، سواء الطاقة التقليدية او الطاقة المتجددة اللي بتشمل اربع انواع، منها اهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البائية. بتتكلمي الوصول الى 42% عام 2035، وده طبعا نسبة عالية جدا. ولسه تتكلم كمان على المفاعلات النووية السلمية اللي هتدخل أيضا كمان ضمن مزيج الطاقة خلال السنوات القادمة. فبالتالي عندك مكون طاقة بيعتمد فيه بنسبة كبيرة جدا على الطاقة المتجددة اللي العالم مفروض بتبناها حاليا للحد من أثار التغيرات المناخية الرهيبة جدا. احنا مش عارفين بصراحة واصلين لفين إذا العالم متحملش في هذه القمة القادمة في مصر مسؤوليته. وبالفعل يعني التكلفة اللي احنا شايفينها دلوقتي ده 200 مليار تكلفة الحد من أثار التغيرات المناخية، ده مبلغ رهيب جدا، والمفروض يستثمر للدول العالم الثالث في الاعتماد على الطاقة الشمسية والحد من هذه الأثار. فأعتقد أن مصر حريص على ده، والحمد لله زي ما أنت قلتي فكرة أنه في الطاقة التقليدية بس في مشكلة، لأنه لازم ده يتعمل، لأن أنت داخلة في مرحلة التنمية محتاجة لازم يكون في طاقة، ما فيش مشروع إلا هيكون معتمد على الطاقة. الحاجة المهمة جدا بقى اللي أنت قلت عليها، والرئيس دايما حريص عليها، يعني فكرة أن أنا وأنا بعمل طاقة متجددة مش عايز أكلف الدولة كمان عبء استيراد، فاتورة استيراد جديدة من الـ يعني احتياجات هذه الطاقة. وبالتالي لابد من انه توطين هذه الصناعة وانتاج هذه الصناعة. اعتقد انه في العرض اللي احنا شفناه في معرض الصناعة الدولي ومشروع مبادرة ابدا، انه لدينا شركات في ده، ان ممكن تعمل وتشتغل ده وتشتغل يعني. وممكن كمان اللي عجبني قوي انه فكرة مجموعة متنافسين ممكن يقعدوا يشوفوا ايه الحاجات اللي ممكن يتعاونوا فيها. التنافس في الجوده وفي التسويق ده حاجه متاحه، انما ان احنا ممكن نقعد ونوفر تكاليف، بدل انت هتستورد وانا هستورد، نشوف ايه النو هاو اللي احنا ممكن نجيبها مع بعض وننتج سوا الحاجه اللي ممكن نستوردها، فتوفر عليك وعليا ونتنافس بعد كده في الجوده. فده مهم جدا توطين اي صناعات. اظن انه المرحله القادمه فكره التوطين دي فكره مهمه جدا.